بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. إن شاء الله اليوم بنأخذ موضوع مهم، موضوع بسيط ومهم، ويعني يحتاج تركيز فقط شوية، وإن شاء الله الكل يفهم. عندنا أتمنى أن أنتم قد قرأتوا هذا الموضوع اللي هو طرق تقييم المخزون. طبعا هذه أنا أخذ، إذا ما أخذتوهاش حتى اليوم، عفوا لو ما قرأتوهاش، احنا اخذنا في مادة اسمها مادة ايش؟ من يقول لي طرق تقييم المخزون؟ محاسبة 2. ممتاز محاسبة اثنين يا دكتور. ممتاز، في مادة محاسبة 2. طيب، عندنا طرق تقييم المخزون، عندنا الطريقة الأولى طريقة الوارد أولا صادر أولا، طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، طريقة المتوسط المرجح. في واحد قد قرأ عن الطرق، ممكن يقول لي إيش معنى طريقة الوارد أولا صادر أولا؟ من يقول لي إيش معنى طريقة الوارد أولا صادر أولا؟ إيش معنى وارد أولا صادر أولا؟ إيش معناته مثلا بالمعنى بس؟ يا دكتور، أي بمعنى اللي يدخل السوق الأول يخرجه الأول؟ اللي يدخل السوق ولا المخزن؟ المخزن مساء. أيوه، لأن اسمها طرق تقييم المخزون، بمعنى إيش؟ بمعنى المخزن. ممتاز، يعني مثلا استلمنا اليوم بضاعة في تاريخ 25، اليوم كم التاريخ؟ 29. استلمنا اليوم بضاعة وبكرة صرفنا، بس معانا بضاعة من يوم 24، إذا البيع بيكون من البضاعة، يعني هل 29 ولا 24؟ الوارد من أولا، 24 اللي دخل أولا. أيوة الوارد أولا صادر أولا، الوارد أولا صادر أولا. ممتاز، طبعا لو في معكم الكتاب بتقرؤوا المميزات، مميزات طريقة الوارد أولا، صفحة 132 إلى صفحة 140. إحنا فقط بنمشي على الجانب العملي، لأن معانا موضوع آخر، مش نخلص المخزون وننطلق لموضوع آخر إن شاء الله. وبالتالي معنا طريقة الوارد أولا، طريقة الوارد أخيرا صادر أولا هي عكس الطريقة الأولى، بينما طريقة المتوسط المرجح تجمع بين الطريقتين، تجمع بين الطريقتين. تشوفوا هنا عندنا في الشاشة قال يفضل أن يتم الاطلاع على عيوب ومزايا طرق تقييم المخزون حتى يتم فهم الطرق بشكل أوضح. صفحة 100 وكم؟ و32. طبعا مسألة الأسئلة النظري تحتاجوا اللي هي صفحة 132 تقرأوها، المميزات والعيوب إلى آخره، مميزات وعيوب، ويعني الفرق ما بين الطرق. طيب، إحنا الآن بنحل هذا المثال اللي أمامنا على الشاشة. طبعا المثال حق الكتاب واضح، وأنا أفضل إنه نأخذه لأن يعني أوضح وأهم لكم، مهم جدا لكم، لكن إحنا الآن نشي نفهم كيف يتم عملية الحل، كيف يتم عملية الحل. طيب، احنا عندنا مثلا الآن لو نفترض عندنا الذي يقول لي مثلا المثال، في إذا كان رصيد الصنف نون في بداية الشهر بمخازن الشركة اليمنية 3000 وحدة، بنبدأ نشرحه شرح على أساس نوصل الفكرة، ثم بعد ذلك نشتغل الحل. بتكلفة إجمالية 600,000، إذا كم سعر الوحدة هنا؟ من يقول لي؟ اللي مشتش يتكلم يكتب بالشات، كم سعر الوحدة هنا؟ 3000 وحدة تكلفتها 600,000. ها، نضرب اللي هي التكلفة ضرب الوحدة. نضرب ايش تكلفة الوحدة أيوة، الواحدة، تكلفة الوحدة 600,000 نقسمها على 3,000. ممتاز، ميتين. 600,000 قسمة 3000، إذا هذه أول خطوة على أساس تفهم المثال، 600,000 على 3200. ممتاز، وكانت حركة الصنف خلال الفترة التكاليفية 2020 كالآتي. ركزوا معي في على أساس أمشي أنا وأنتم الحل، يعني نحل مع بعض. في 1/3 تم شراء مواد مباشر على الحساب من شركة السعيد 4100 وحدة بتكلفة إجمالية 4 مليون، التسليم مخازن المشتري، يعني مصاريف النقل على من بتكون؟ بائع على البائع. على البائع. ممتاز، طيب انتقلوا إلى صفحة 135. فإذا علمت الصفحة الثانية، فإذا علمت أن ألف، صح ولا لا؟
شوفوا ألف المواد المشتراة في واحد ثلاثة تم فحصها عند وصولها عند المشتري، لأن مصاريف النقل، عفوا، أي حاجة تحدث أثناء النقل من يتحمله؟ البائع، وفقا للشروط. صح، إذا وصلت للمخزن تبين أن هناك 100 وحدة وتم اعتبارها تلف طبيعي. إذا أول خطوة احنا نشتري الآن نعرف كم عندنا الآن وحدات في 1/3 يتحمل أربعة المشتري، ألف ومية، بس أربعة لأن ألف عندنا وحدات ثالثة بتكون 100 بنخصمها. ممتاز. إذا 4100 ناقص 100، إذا عندنا 4000 وحدة. التكلفة الإجمالية في كم؟ الحالة هذه يا دكتور، في الحالة هذه من يتحمل التلف، المشتري أم البائع؟ البائع، لأن النقل إيش قال؟ قال تسليم مخازن المشتري، المشتري ما لهش دخل. أنا أقول لك أي حاجة توصل لعندي المخزن أشتيها سليمة، صح ولا لا؟ إذا تحمل منو؟ البائع. طيب الآن قلنا 4100 ناقص 100، لما يجي لك، لأن في أمثلة في الامتحان نفس هذا المثال، يجي لك مثال يا نفس دكتور بس معلش على المقاطعة، ها. أذكر نحن درسنا في ضريبية إذا كان التسليم اللي هو مخازن البائع بتكون العكس اللي يتحمل المشتري، وإذا كان التسليم مخازن المشتري بيتحمل البائع. ايوه، تسليم مخازن المشتري هنا. أيوة بس أقصد يعني إذا كان العكس، إذا كان التسليم اللي هو مخازن البائع بيتحمل اللي هو المشتري. ايوه صحيح، كلام سليم. اذا احنا مثلا يجي لك مثال نفس هذا، تشوف في 1/3 ومعانا، فاذا علمت في 1/3، اذا الصافي الان 4000 وحدة والتكلفة كم؟ 400000، صح؟ كم التكلفة؟ اللي هي 400 ألف. قسمة 4000 كم؟ اذا تكلفة الوحدة أربعمية الواحدة 100 ريال. 400 مية ريال. 100. ايوه طيب طيب يا ممتاز، دكتور، ممكن نفهم حكاية سياسة تضخيم التكاليف هذه كيف دخلت في النص كذا؟ سياسة تضخيم التكاليف إيش يعني؟ ايش من سياسة؟ وين هي؟ تمهيد الحل، المواد المشتراة في أول السطر ايوه، تم استخدام سياسة تضخيم تكاليف الوحدات التالفة تلفا طبيعيا يعني أربعة هذه ألف مية. ايوه إيش معنى الكلام ده يعني؟ سياسة تضخيم التكاليف، يقصد فيها ان نرفع سعر التكلفة، يعني هن 4100 مع حسب 4000، مع حسب حسبنا تكلفة 100 الوحدة داخل ال 4000. يعني أنا كمشتري هكذا حصل معايا الآن. ايوه خلاص وصلت لعندك، اذا عمل ان التلف طبيعي اصلا، لو كان غير طبيعي كان له رأي اخر، لكن التلف طبيعي، وبالتالي تم ادخالها ضمن التكاليف، ادخالها ضمن التكاليف الخاصة بال 4000 وحدة، يعني رفعنا سعر ال 4000 الوحدة بقيمة 100 الوحدة. وصلت الفكرة؟ طيب الآن بننتقل عفوا بنبدأ في حل المثال، كيف تحلوه في المثال. احنا الآن نحتاج ايش طريقة؟ ايش نبدأ بطريقة الوارد أولا صادر أولا، طريقة الوارد أولا على أساس تعرفوا كيف نحل طريقة الوارد أولا. إذا جاء لك الامتحان كذا، إذا عندكم مقالي ما أعرف بالضبط، لازم تحل بهذه الطريقة على أساس الدرجة تكون كاملة. طريقة الوارد أولا صادر أولا صادر أولا، إحنا كما قلنا طريقة الوارد أولا، ما دخل أولا يباع أولا. عندنا في 1/3، في 1/3، في 1/3 كم عدد الوحدات المشتركة؟ كما قلنا تم أربعة شراء 4000، بعد التعديل يعني 4. لا 4100 عدد الوحدات. أنا أشتري على أساس في الامتحان عدد الوحدات المشتراة يساوي 4100. طيب نروح نشوف عدد الوحدات التالفة كم هي؟ 100. ثانية 100 واحدة. احنا الآن بنحل في الصفحة اللي قبل للأسف. طيب 4100، طيب عدد الوحدات التالفة كم؟ عدد الوحدات 100 100، صافي المشتريات يساوي كم؟ 4000 4000 إيش؟ وحدة، 1/1. التكلفة الإجمالية 400 ألف. ممتاز، تساوي 400000 قسمة 4000 تساوي كم؟ 100 مئة 100 ريال ريال للوحدة الواحدة. الواحدة. ممتاز.
طيب يلا ننتقل للمثال، نرجع للمثال. شوف هنا عائشة، ممتاز. ها، الحالة رقم 2، في 12/3 تم صرف مواد مباشرة 2001 لمركز الإنتاج، هل نحتاج لتمهيد؟ ما تحتاج تمهيد لأنه خلاص على طول إنه صرفها. واضحة، ممتاز. رقم 3، في 15/3 تم شراء مواد مباشرة من شركة اليمن 5000 وحدة بسعر الوحدة 300 ريال بشيك، هل نحتاج تمهيد هنا؟ نرجع برضو ما لعند، نضربها. لا أيوة نروح، لا نروح الآن لعند فإذا علمت، ركزوا، إذا في مرتبط فإذا علمت معناته نحتاج تمهيد. شوفوا، فإذا علمت معنا 3 فقرات، في تاريخ 1/3 وفي تاريخ 5/4، واضح معكم؟ في تاريخ 5/4 رقم 7. واضح. ايوه واضح. طيب ايش هنا نحتاج؟ مثلا في 5/4 تم شراء مواد مباشرة ب 8000، عفوا، مواد مباشرة 8000 وحدة بسعر الوحدة 387.5 ريال نقدا من شركة حدة، التسليم مخازن البائع، التسليم مخازن البائع. شوفوا، التسليم مخازن البائع، من يقول لي هنا ايش؟ ايش يكون الفكرة؟ الشيء مش الفكرة أن المشتري يروح ويستلم البضاعة من مخازن البائع، وأي شيء مصاريف أو كذا هو يتحملها وليس البائع. ممتاز، اللي يتحملها الآن البائع المشتري. كم عفوا يتحمل؟ المشتري عفوا كم يتحمل؟ ارجع لعند فإذا علمت الفقرة باء، 100,000 100,000 نضيف إلى فوق كم؟ 100,000 نضيفها فوق الناتج اللي حيطلع بعد الضرب. نضرب أول شيء 8,000 في 387. ممتاز جدا، إذا ممتاز، ممتاز يا عائشة ووفاء، طبعا تكتبين الحل هنا في الشات. يطلع الحالة 3 الثانية مليون و200. في تاريخ كم؟ 5/4 صح؟ ايوه في تاريخ كم؟ 5/4، في تاريخ 5/4 كم عندنا؟ ممكن واحد يصور المثال على أساس يديني المعلومات، كم عدد ثمانية ألف عدد وحدة الوحدات؟ تمام، 8000. في وحدة في كم السعر؟ كم؟ 387.5 387.5، كم يساوي من يساوي 1؟ 3,100,000 3 مليون ومائة ألف مئة ألف، زائد لا تنسوش ريال، زائد ريال عفوا إيش؟ زائد زائد، مصاريف. خليك أنت واحد آخر، أشي واحد، من يقول لي كمل هنا، زائد إيش؟ زائد عملية مصاريف النقل. ها، مصاريف النقل، النقل جبناها من أين فقرة باء. جبناها؟ أيوة، من ملاحظاتها. فإذا علمت، علمت كم المبلغ؟ 100,000. 100,000 إذا إجمالي التكاليف كم تساوي؟ 3 مليون مليون و ومائة 200,000 ريال، وهي إيش؟ إجمالي التكلفة الخاصة بالعملية، رقم العملية في تاريخ 5/4. إذا تكلفة الوحدة الواحدة كم تطلع هنا؟ تكلفة الوحدة، هي 3,200,000 على 8,000 وحدة. يجيني 3 مليون السؤال ومائتين ألف قسمة لأنه ما عندنا هنا وحدات ثالثة ولا شيء، ما 8,000 وحدة حسبناها. تساوي كم؟ 400 من 400 ريال 400 ريال لإيش؟ للوحدة الواحدة. لكل وحدة. لوحدة، ممتاز. الآن شيء ممتاز. طيب إيش باقي معنا؟ نرجع للمثال. عندنا اللي هو 28/3. تمام، في 28/3، وين 28؟ 27، تم إرجاع 100 وحدة مباشرة من المشتريات في 1/3 لعدم مطابقتها للمواصفات. فهنا قال المواد التي تم ردها في 28 تم الاتفاق مع الشركة على استبدالها بصنف آخر، وتم دفع مصاريف الرد نقدا من الصندوق. المواد التي تم ردها في 28/3، ها، من يقول لي هناك إيش الفكرة؟ ها، يا دكتور الفكرة هنا إنه كان عندنا مواد هي هنا في 28 أرجعنا مواد بعدين تمام، استبدلناها بشيء آخر ودفعنا مصاريف، يعني خلاص هنا ما تعالج، ما تعتبر إن إحنا خسرنا. إذا هنا هل إيش بنسوي؟ هل إحنا خسرنا ولا لا؟ لا ما خسرنا لأنه استبدلناها بصنف آخر، كأنه مثلا أنا اشتريت بطاط والبطاط جه خربان بعدين اشتريت بداله بصل، خلاص
منو تحمل ال 5000؟ هنا لانه اللي هو 3000. التسليم ثلاثة ألف حملها الشركة نفسها. ايوه، كيف يكون القيد هنا حق هذا الرد؟ هنا اللي هو من حساب اللي هي المردودات، مردودات المبيعات ايوه، إلى حساب الصندوق، إلى حساب الصندوق. من حساب مردودات المبيعات. ليش ما تقولش مصاريف النقل بين قوسين مردودات مبيعات؟ لأن لو عملتي مردودات المبيعات بتحملي مردودات المبيعات بمبلغ 5000 بدون يعني يأثر عليها، وهي مش مؤثرة عليها، وبالتالي هنا طيب يا القيد. ريت. أيوة، القيد هنا مثلا لما يجي لكم كذا في الحسابات تعملوا من حساب مصاريف النقل بين قوسين مصاريف مردودات المبيعات على أساس يعرف المدير ولا التقرير النهائي إلى حساب الصندوق. طيب إحنا الآن بنصور، بنعمل عملية معلش يا تصوير دكتور، معلش يا دكتور، في العادة مردودات مبيعات تكون عبارة عن بضاعة غالبا أو بضاعة مصاريف. بضاعة. عشان كذا مبدئيا الفكرة غلط، إنه نحمل مردود المبيعات مصاريف من أولها، ما هي أيوة مضبوطة. أيوة، ما تركبش. حتى مثلا لما تشتغل أنت حسابات، لو في واحد منكم محاسب بيفهم هذه، مستحيل. حتى لو خسر يعني، جاء وصل بضاعة لعندك وجاء فاسدة أو منتهية، ورحت رجعت لعند الشركة الأم بس حملوك المصاريف، ما بتحملهاش على مصاريف المردودة، على مردودات مبيعات، وإنما تعمل مصاريف. طبعا احنا نسميه، في بعض الناس يسموه مصاريف أخرى، ويعمل بين قوسين مردودات مبيعات. طيب احنا الآن بنسوي بطاقة الصنف، كل واحد على فقرة. احنا الآن 13 واحد أو 12، يعني يخرج أنا المنسق 12 طالب، كل واحد على فقرة بس بهدوء. من على الفقرة رقم واحد؟ أنا يا دكتور. يلا، هذه الفقرة، صور المثال اللي عندك، اشتك فيه مش ايش. ايوه، هنا كم التاريخ بيكون؟ بيكون بما أنه في رصيد بداية الشهر، معناته واحد واحد حيكون ممتاز، إذا معانا رصيد بيكون في السنة واحد. الماضية. أيوة ممتاز، واحد واحد. أها، البيان إيش هو؟ حيكون رصيد سابق أو رصيد فترة، أو يعني رصيد من السنة الماضية. رصيد ممتاز. طيب هل يعتبر وارد؟ يعتبر وارد. وارد، متأكد؟ خلاص، خليني أسأل السؤال حقك، بيكون بس بسأل واحد واحد دكتور آخر. ها، هو لا يعتبر لا وارد ولا مصروف، لأنه خلاص اسمه رصيد مثل ما كان الرصيد. ممتاز. إذا هنا لا يعتبر لا وارد ولا منصرف، إنما اسمه رصيد. من اسمه، كم عدد الوحدات بالمثال؟ الكل ثلاثة هذول ألف البنات اللي مش 3000 وحدة. البنات اللي شاركين معانا والشباب في الشات، واضح معاكم الآن؟ إذا مشينا كذا خطوة بخطوة، اكتبوا هنا. ممتاز، 3000 وحدة. في كم؟ اللي هي أعلى. قسمة كم يا عدد دكتور، لحظة يا دكتور، كميه أولا نبدأ نكتب اللي هي الكمية، إذا كم هنا؟ هذه تعتبر 600 ثلاثة ألف ألف على بس 3000. ممتاز، ستمية ألف 600 على ألف 300 وحدة، بس مت 3000 وحدة، 3000 كم يساوي؟ 200 200 ريال 200 ريال. ريال. أيوه، 200 ريال. ممتاز، خلاص انتهينا من الفقرة رقم واحد. هل انتهينا منه؟ أيوة انتهينا. طيب الفقرة رقم اثنين على عائشة، اكتبي هنا كتاب. لا، خلوا عائشة تكتب كتابة وأنا بكمل. لا يا عائشة، اكتبي كتابة عادي. في 1/3، ممتاز. لحظة، خليني اكتب التاريخ. 3/1، في 1/3. ايش النوع؟ البيان شراء. ممتاز، طبعا هو شراء صح ولا لا؟ ايش، وارد ولا منصرف؟ ممتاز، ها، شراء موارد. كم شراء مواد؟ طيب كم عدد الوحدات؟ في 1/3. ممتاز، ها. كم احنا الآن بنسوي؟ ايش الفكرة بتكون؟ 4000 ولا 4100؟ 4000. في كم؟ في 100. كم يساوي؟ 400000. ممتاز، 1 2 3. طيب ايش بنقول الآن؟ ايش نحتاج؟ وين نروح؟ الرصيد. ايش نكتب؟ ممتاز، اكتب الرصيد السابق. ممتاز، 3000 قسمة
أو العكسها، 600 قسمة 3000 يساوي كم؟ 200 يساوي 200. وأيضا نكتب الآن الرصيد الجديد، 4000 كم منه؟ 400000 قسمة 4000 تساوي كم؟ 100. صح كذا، أيوة 30%. كذا أيوة صح. كذا ولا لا؟ طيب هل كذا الحل صحيح؟ من يقول لي؟ ممتاز يا عائشة، هل الحل الآن صحيح؟ يا دكتور مكتوب التكلفة الإجمالية أيوة هنقسمها على اللي اشتريناه. تمام، بس هل طريقة الآن حساب الرصيد صحيح ولا لا؟ أيوة نعم صحيح. في واحد معه اعتراض؟ لا، تقول 4100، لا مش 4100. عن هنا الرصيد بيظهر معنا بالوحدات، مش مشكلة، أو يظهر معنا بالإجمالي. شوفوا هذا الإجمالي، عفوا بالمبلغ، هذا بيكون المبلغ، بينما رصيد الوحدات بيكون الماضي اللي هو النهائي 200 و100. كما الآن عندنا رصيد في تاريخ 1/3، كم مجموع الرصيد بالوحدات؟ 100,000 10,000 مجموع الرصيد كم هنا بالوحدات؟ 10,000 وحدة. يساوي، منين طلعت 10,000؟ عفوا غيرت رأيي 7,000 عفوا. 7,000. 7,000 وحدة، ممتاز. ها طيب، العملية رقم 2 على من؟ على ناصر، هذا اللي كان يتكلم معنا، ناصر أو مدري من. في تاريخ 12/3 تم صرف مواد مباشرة 2000 وحدة لمركز الإنتاج ألف، كيف بنعالج هذه في تاريخ 12/3؟ ها أنا وأنت هتكلم معي، التاريخ كام؟ ها يلا، إيش معنا هنا؟ هنا صرف طب إيش بيكون نسجله؟ في المنصرف، كم عدد الوحدات؟ نسيت، نرجع للمثال، هذا المثال 2000 2001. 2000 وحدة، ممتاز. خلاص إلى هنا انتهينا. خليك يا سلمان، كم الآن السعر؟ سعر الوحدة 2000 وحدة مش بسعر موجودة أصلا. شوف، مش بسعر موجودة معنا. هل هي موجودة معنا برقم لا 12؟ مش موجودة، لا لكن بالطريقة أيوة الوارد أخيرا صادر أولا، يعني بسعر الـ100 ريال. سعر المية الواردة، لا الوارد بطريقة الوارد أولا اللي بيصرف أولا، الوارد أولا، عفوا الوارد أولا يعني حتكون بسعر 200. السعر 200. في واحد مش عارف منين جه السعر غير سلمان؟ إذا واحد مش فاهم اكتب لي بالشات وأنا أقول له منين جاء 200. 2000 في 200 كم يساوي؟ 400,000. ناصر، ممتاز يا ناصر. شوف ال2000، احنا قلنا طريقة الوارد أولا صادر أولا، هذه اللي عملها الآن باللون الأصفر، عبارة عن أي حاجة دخلت عندنا للمخزن بتاريخ أقدم نبيع الأولى. مثلا أنا اليوم اشتريت 50 كرتون زيت، وبكرة وصل لي 50 كرتون، أنا أبدأ بكرة جاء واحد اشتري مني 30 كرتون، ما بيعلوش من حق بكرة، بيعلو من الأول، من المخزون الأول. يعني الوارد اللي دخل لعندي المخزن لابد ان انا اخرجه الاول الاول، مش اللي يجي الاخير ابيعه الاول. وصلت الفكره هنا؟ ممكن على إضافة يا دكتور بسيطة؟ ها ضيف. على سبيل المثال يعني شيء عملي في الحياة، يعني هذه الطريقة تنفع للناس اللي عندهم مواد غذائية قربت تنتهي، وبالتالي ما ينفع إنه يأخرها أكثر من اللازم، فيحتاج الطريقة دي يستخدمها دائما، إنه يبحث عن الأقدم ويبيعه أولا. وهي الطريقة المستخدمة بشكل أكثر بعد المتوسط المرجح. طيب 400,000 الآن كمل يا سلمان، كم الرصيد هنا؟ هننقص 2000 بيصير 1000، عفوا 600، ألف 600,000 مو 600 قسمة 1000، أيوة، يكون معنا 600 1000 وحدة. ها 1000 وحدة، 1000 وحدة، كم السعر حقها؟ 100 200. 200، نضربه في 200. ها طبعا احنا خالفنا شوية عن النظام اللي فوق، بس كم يساوي؟
200,000. 200,000. ممكن حتى انتوا تعدلوا الأول بس تعكسوا الوحدات للوسط. 200,000. وش باقي معانا؟ تحتها تنزل زي ما هي، اللي هي الأربع آلاف 4,000 ضرب 100 في 100 يساوي 400,000. تساوي 400,000. في واحد ما فهمش هنا، شوفوا الآن الرصيد هذا اللي كان قبل هذا، بنعمل له بلون مختلف. هذا كان 3,000 وحدة، بعنا منها هذه الـ2000، بعنا منها 2000، 3,000 ناقص 2000 كم يساوي؟ يساوي 1000. اللي هي أيوة 3,000، هذه 3,000، شوفوا 3,000 قدام 1,3 ناقص 2000 اللي هي المنصرف يساوي كم؟ يساوي 1000. هذا الـ2000 الأزرق، 3,000 ناقص 2000 يساوي 1000. واضح هذه النقطة هذه؟ بينما الرصيد الثاني اللي هو الـ4,000 جالس على ما هو، لأنه ما اشتغلناش منه، يعني ما بعناش منه، سلم نزلناه على ما هو إلى العملية أو الرصيد حق العملية التالية. طيب العملية رقم 3 على منال، ها رقم 3 طيب يا دكتور، 19,000. اللي هي رقم 3 عندنا اللي هي شراء مواد، يعني هنا بتكون من ضمن اللي هي الوارد، لأنه 15,000. اشترى تمام لحظة، اللي 15,000. 15,000. أيوة هنا إيش؟ هنا عندنا اللي هي بتكون من ضمن الوارد لأن هي شراء مواد. شراء، ممتاز. كم عدد هنا الوحدات؟ عندنا الوحدة اللي هي 5,000 وحدة، 5,000 وحدة. 300 ريال، 5,000 في وحدة ثلاثمية. ضرب منين جبنا 300؟ من المقاول. ثلاثمية ريال مكتوبة في السؤال، مكتوب اللي هي بسعر ممتاز. الوحدة 300 ريال، ايوه كم تساوي؟ 1,500,000. 1,500,000. وبعدين هنا الفكرة إن إحنا ننزل اللي هي 5,000 وحدة ضرب 300 ريال، مليون، تمام. وهنا 4,000 4,000 ضرب 100 تعطينا 400,000، تساوي 400 لأن ألف إحنا بما أننا قلنا إن هي طريقة الوارد أولا صادر أولا، فبنزل عن هي البضاعة المسبقة 5,000 في 300 ضرب 300 يساوي مليون. 15 أو 1,500,000. طيب العملية الرابعة بنزيد عمليتين فقط، على أساس أعتقد الكل قد بدأ يفهم هذه الطريقة، صح ولا لا؟ واضحة. أيوة هي واضحة يا دكتور. طيب في تاريخ 24 24/3 ثلاثة واحد، أيوة، من اللي يشارك اللي ما شاركش؟ 24/3، 24/3، ها من يشارك؟ إيش العملية؟ صرف، صح صرف. ها يا وفاء كملي، كم أيوة عدد؟ ها يا وفاء 5,000 وحدة. إيش وين جزعها؟ 5,000 هنا، صح. 5,000 في كم؟ بتكون عند المنصرف. عند المنصرف. طيب الآن يلا، هذا على وفاها، يلا مشي. كيف نسجل هنا؟ نضربها في 300، نضربها بكم؟ 300 5,000 في 300. ليش كذا؟ هي 5,000 وحدة، نضربها أيوة في السعر. الوارد أولا صادر أولا، ممتاز. ها في كم السعر؟ وين السعر؟ السعر موجود فيها 24/3، مش موجود السعر. ها يا وفاء، الوارد أولا صادر أولا، هل أدي لنا سعر بالسؤال؟ شوفي السؤال، أدي لنا سعر؟ ها؟ ما في سعر. ما في سعر. إذا إحنا قلنا الوارد أولا، يعني اللي يتورد لعندنا المخزون نبيعه الأول. الآن إحنا بعنا 5,000 وحدة، من أين شنبيع الـ5,000؟ 6,000 نفس 3,000 الوحدة. أي وحدة؟ خلاص رقم صح. ركزي معي علشان بدي لك السؤال اللي بعده عليك، ما عشان الفقرة اللي معه. ها الفقرة اللي بعدها عليك، ركزي، ركز بس، ركزي معي كيف شاحل هذا. هذا الشاب اللي قال الشيء يجاوب، قل لي. ها أيوة دكتور، يلا، تاخذ 1,000 وحدة الرصيد اللي من الصنف ألف في 1,000 وحدة200، في 200،
لحظة، يساوي هي كم؟ 200، 200 ألف. 200، 200 ألف، تمام، وتاخذ 4000 الرصيد ده أربعة في 100، في 4000 في 100 100 كم يساوي؟ 400 ألف. 400 ألف. هل صح كذا يا وفاء؟ يا ممكن أشارك؟ هل صح أو خطأ كذا؟ هذه الطريقة هي الصحيحة، أيوه لأنه إحنا أخذنا بناء على المبدأ اللي ملزمين فيه، الوارد أولا الصادر أولا، وإلا كنا أخذنا 5000 من الـ5000 مرة واحدة، الأخيرة. ممتاز. لكن لا، إحنا مقيدين بالوارد طريقة أولا، ولذلك أخذنا من فوق وننزل تحت. ممتاز. طيب يا وفاء، الآن وصلت الفكرة كيف جاءت؟ إحنا معنا 5000 وحدة صرف، 5000 وحدة هنا مثلا، عدد الوحدات 5000. نيجي أيوة، لهنا، يعني أخذنا من تاريخ 1/3. أيوة، لأن الرصيد كم عندنا؟ شوف الرصيد اللي هو 15/3، معنا ثلاث مرات رصيد. ها، بعمل باللون، إيش باقي من لونها؟ هذا باللون هذا، كم كان معنا أول عملية؟ 1000، صح؟ أخذناه نقلنا طوال إلى هنا، هذا 1000 صرفناه هو، كله يعني. أيوة، بدينا صرفه الأول، هذا بدينا صرفنا هذا 1000 الأول. كم باقي لنا من 5000؟ لأن إحنا صرفنا 5000، كم باقي؟ 4000. 4000. أخذنا يعني اللي تحت، العملية اللي تحت، إذا وأخذنا له هنا، كم أصبح الآن؟ هل عد باقي معنا مبلغ للصرف؟ خلاص 3 5000. طيب إذا أدي لنا قال لنا 6000، كيف نعمل؟ هذه عليك. ها، إذا قال ستة ألف ناخذ من اللي قبلها، من 3000 اللي فوق، أين 3000؟ ما فيش 3000. اللي في تاريخ 1. لا، من 5000 هذا ممتاز، اللي بنأخذ، تحت 4000. أيوة، بنأخذ من حال 5000، 1000 في 300 يساوي كم؟ 1000 في 300 بكم؟ 300 ألف. إذا بيصبح معنا الرصيد هنا كم؟ بعد ما الآن أخذنا ذا وفاء، كم بيكون الرصيد؟ 6000 الرصيد، أيوة، أربعة. 1000 قد بعناها، والـ4000 بعناها، وبعنا من حال 5000 1000 وحدة، كم باقي؟ ايش كم الآن الرصيد؟ شوفي الرصيد الآن أمامه فاضي، تمام. ايوه طيب إحنا بعنا الألف اللي 1100، 1000 في 200 قد بعناها، قد نزل لهنا، اي صح؟ باقي 4000. باقي هنا كم يكون؟ 4000. 4000 ممتاز، في في كم؟ 300. في 300. 300 طلع الناتج، هذا إذا اعتمدنا هذه العملية الأخيرة، لكن إحنا بنتبع المثال، وبالتالي ما نعتمدش. كم الآن بيكون الرصيد يا وفاء؟ 1,200,000. لا، هنا الآن بعد ما حذفنا آخر الألف، كم باقي؟ 5,000 وحدة في 300 ريال. 300 يساوي 1,500,000. خلاص، 1,500,000. وصلت المعلومة صح؟ إيه، يعطيك العافية. طيب بالتوفيق. باقي واحد مش فاهم، من باقي هنا مش فاهم الموضوع هذا؟ الشيء الكل يكون فاهم. طيب وصلت الفكرة الآن، افهموا هذا بس بالمخزون، افهموا هذه الطريق، افهموا هذه الطرق وخلاص، وأموركم طيب. طيب طالما أنتم فاهمين، بدي لكم هذا وفقا لطريقة الوارد أخيرا. أول فقرة، كل واحد على فقرة، عفوا، الكل يحل أول فقرة وثاني فقرة فقط، معكم 5 دقائق من الآن. طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، الوارد أخيرا، طريقة الوارد، الوارد أخيرا صادر أولا. ها، أشتي الفقرة الأولى اللي في 1 سبتمبر وفي 7 سبتمبر فقط، 7 دقائق، واللي الشيء يتناقش معي عادي نتناقش أنا وياه. الكل يكتب صح ولا لا في 1 سبتمبر و7 سبتمبر فقط؟ بلا رصيد الصنف سين في بداية شهر سبتمبر بمخازن شركة السعيد للمواد الصناعية 2000 وحدة بتكلفة إجمالية 400 ألف، وكانت حركة الصنف كالآتي: في 1 سبتمبر تم شراء 300 وحدة على الحساب
من شركة محمد بتكلفة إجمالية 60,000 ريال. في 7 سبتمبر صرف 50 وحدة للمركز لام. واضح الآن؟ الكل شغال على ركزوا على الوحدة الأخيرة، تكاليف على أساس الأنشطة. حاولوا تحلوا تمارين، إذا ما وصلنا لهاش تحلوا التمارين يعني الطويلة هذيك شوية، ركزوا عليها بشكل أكثر. تكاليف على أساس إذا ما وصلنا لهاش. آخر وحدة 400,000. هاتي رسلي هنا، رسلي الناتج بس. سلمان الهتاري قال هنا 400,000 قسمة 200. رسلي الحل هنا يا عائشة. طيب يا سلمان اكتب كتابة، من اين طلعت السعر حق 50؟ كتابة مش صوت. عبد الله تمام ممتاز، ها عادي سب 600,000. اوكي عبد الله كمل. سلمان حلك صح، لكن ممكن تقول لي منين طلعت ال200؟ بس قول لي ال200 من تاريخ كذا، في تاريخ كم يا سلمان؟ لان المشكلة. ممتاز تمام تمام يا عائشة، ممتاز يا سلمان ممتاز، ها ممتاز جدا سلمان وعائشة، ويبدو عبد الله الثلاثة إلى الآن إجابة صحيحة. على أساس اللي مش فاهم الطريقة هذه نوضح له، صح إن إحنا خطأنا، ما عملناش ما غيرناش شيء، وأرجع أقول لكم يشوفوا على أساس نعرف، لكن قد فرقته، ما فرقناش ما زيدناش سعر الوحدة على أساس ما تكونش متشابه ما بين الأول والثاني. من يكمل؟ من باغي؟ بدر كيف طلعتها كذا؟ كيف 10,000 بدر 50 في 200؟ طيب يا بدر ال200 منين جبتها؟ السعر، السعر هذا أنا الشي أعرف، السعر الصرف هذا اللي باللون الأحمر منين جبتها؟ قل لي منين عبد الله. تمام يا عبد الله بس ما كملتش، كمل يا عبد الله. بدر من تاريخ كم؟ ليش ما أخذنا شعار بدر من الرصيد هذا الأول اللي باللون الأزرق؟ ممتاز جدا. يلا يا وفاء وين الحل؟ أصلاً يا دكتور ما في مجال الواحد يغلط فيها، ليش؟ لأنه توافق في واحد والرصيد. أيوة، لكن أنا بسأل الطلاب ولا بأس يعني يجاوبوا صحيح، يقولوا في 1 سبتمبر، ما فيش واحد قال من الرصيد. إذا الآن الكل واضح مع الفكرة حق المخزون، طريقة تقييم المخزون، هذا يعتبر أهم موضوع وأكبر موضوع في التكاليف. خلص واضح هذا؟ احنا اخذنا له ساعة تماما. واضح الفكرة؟ طريقة الوارد اولا، طريقة الوارد اخيرا، طريقة المخزون، تكلفة المخزون، ركزوا على هذه الثنتين الطرق، وايضا السعر يعني اقرؤوا معاكم. طيب احنا الان ننتقل لموضوع اخر، بننتقل لموضوع اخر وهو موضوع الاجور. قبل موضوع الاجور طبعا كان الحل موجود أنا معي هنا، لكن ما بحلوش لأن ما فيش وقت. قبل ما ننتقل لموضوع الأجور، في معانا مجموعة من الأسئلة. شوفوا هذا المثال، صوروا هذا، حلوا هذا في البيت، دربوا على هذا، ضروري إذا تدربوا عليه. هذا إيش عالج؟ من يقول لي الوحدة إيش الكم؟ عالج؟ الوحدة الكم يا دكتور هذا؟ هذه الوحدة أعتقد الرابعة أو الخامسة، لحظة بس، الوحدة الرابعة، المخزون. إيش فكرة هذا المثال اللي أمامكم؟ يا عبد الله إيش الفكرة حق هذا المثال؟ على إيش يختلف على المثال الأول والمثال الثاني؟ متوسط المرجح، لا يبغى الصادر أولا ولا أخيرا، يبغى متوسط المرجح. أيوة، هذا باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يشتي إيش؟ تكلفة إيش؟ المخزون آخر مدة. مخزون آخر المدة. طبعا مخزون آخر المدة، احنا مثلا لما نبيع معنا الآن رصيد،
معانا هنا مثلا 7000 وحدة. أول شيء أنا في بداية السنة كان معي 7000، وبعدين اشتريت 10000، كم طلعت الآن؟ 17، صح ولا لا؟ بفهمكم بشكل سريع على أساس. نجمعها. أيوة 17، في 10 أغسطس اشترانا 6، كم طلعت؟ 23000، صح ولا لا؟ ايوه في 15 أغسطس بعنا 15 ناقص 23، كم باقي؟ 8. 8000. في 22 بعنا 5000، كم باقي؟ 3. 3000. في 28 اشترانا 5000، كم باقي؟ 8. 8000 وحدة. عدد الوحدات 8000 وحدة. ممتاز يا وفاء، لكن السعر كم هو؟ شوفوا الآن أنا فهمتكم الطريقة الأولى لحساب الوحدات، عدد الوحدات بيكون 8000 وحدة، لكن السعر ضروري نتبع الطريقة الخاصة بالمتوسط المرجح على أساس نطلع متوسط السعر، متوسط السعر، وبيكون الناتج حقكم هذا 200 أو 2,517,740. أي واحد طلعه هكذا معناته حله صح، ضروري تحلوا المثال هذا على أساس نكون حلينا ثلاثة طرق، أو استخدمنا الثلاثة الطرق لحل الأسئلة. هذا الحل الناتج النهائي، تمام؟ ضروري تحلوه لأنه مهم جدا. طيب صفحة كم يا دكتور هذا؟ صفحة كم؟ الله يعطيك العافية. هو ما هوش من أنا ما أتبع الصفحات، المخزون في الوحدة الرابعة أعتقد. أنا أخذت الآن بدي أخذ لكم أهم المواضيع، لأن 4 محاضرات فمشيش اجلس لي في وحدة، يعني أدي لكم أهم المواضيع اللي تفيدك بالامتحان وتفيدك أيضا بحياتك العملية. هذا في الوحدة الرابعة، أفتكر أنه في الوحدة الرابعة والخامسة، صفحة 134، افتح صفحة 134 أعتقد، الوحدة الرابعة صفحة 134، في الوحدة الرابعة صفحة لا، صفحة 134 اللي حليناها قبل شوية. أيوة، الآن الشاشة يعرض الكتاب صح؟ ايوه هي بالضبط. طيب هذا هو، شوف طرق المخزون في صفحة 132 مثلا، شوفوا طبعا هذا كثير العمليات، لكن خلاص احنا فهمنا أول عملية خلاص، بعدين نمشي تماما. الآن إذا فهمنا اللي جبناه احنا خلاص، طبعا هذا قانون المتوسط المرجح، قيمة الرصيد ناقص زائد قيمة المواد الواردة وهكذا، هذا على أساس تحلوا المثال، تحلوا المثال، حاولوا تحلوا المثال وانتو بالبيت بشكل كامل، وهذا الناتج النهائي. طيب خلونا ننتقل، خلصنا الساعة الخاصة بالمخزون الآن. طب ها شوفوا هنا الأسئلة، شوفوا هنا مثلا لو جالك سؤال مقالي، لأن هذه السنة حسب في إن في مقالي لبعض المواد، ما أناش عارف بالضبط إيش هن المواد، لكن لو جالك مقالي نفس هذا السؤال، من الطرق التي تستخدم في تقييم المواد المصروفة للمراكز الإنتاجية طريقة المتوسط المرجح المتحرك وطريقة الوارد أولا صادر أولا، بشكل مفصل قارن بين الطريقتين، تعمل جدول، تعمل جدول مثلا لو جاء لك كذا، تعمل جدول هكذا، هنا تكتب أساس المقارنة، أساس المقارنة، هنا الطريقة الأولى اللي هي المتوسط المرجح مثلا، المتوسط المرجح، هنا تكتب الوارد أو فيفو تسمحني نسميها فيفو. مثلا أول معيار التعريف، إيش التعريف؟ تعرف المادة، تعرف الطريقة، هذا أول شيء. اثنين تقول آلية العمل، أو آلية احتساب المواد المصروفة أو المنصرفة. ثلاثة المميزات، كل واحدة تكتب لها حق المميزات. أربعة العيوب. خلاص انتهت المقارنة إذا جاء لك سؤال نفس هذا، تمام؟
تقرأوا انتم المميزات والعيوب وتسوي جدول، ضروري مش تكتب كذا بشكل عام. طيب احنا الآن بننتقل للوحدة الخامسة، الأجور. إن فيها مجموعة من الأسئلة المهمة. في صفحة 160 الأجور، سنأخذ بشكل سريع. طيب صوروا هذا بشكل سريع، بكبره، واضح كذا؟ صوروا هذا بشكل سريع، صورتوا ذا الأسئلة، وهذا أيضا صوروا. طيب إحنا مثلا هنا يجي لك بالامتحان، سواء ضع علامة صح أو اختيارات متعددة أو متحركة، عفوا، أو واحدة، يجي لك نفس هذا السؤال الأول. طبعا السؤال الأول صفحة 160، الأجور النقدية هي كل ما تدفعه الشركة للموظفين والعمال بصورة نقدية مثل المرتبات والمكافآت التشجيعية. بغض النظر أنت ذاكرت أو ما ذاكرتش، في بعض الفقرات تحلها بشكل شخصي، بشكل فهم، صح ولا لا؟ صح يا عبد الله؟ صح. طيب هذه عليك الأولى، إيش رأيك فيها؟ الإجابة خطأ، ليش خطأ؟ لأنه يتحدث على نقديا، شيء نقدي وليس أيوة مكافأة تمام، تشجيعية، يمكن تكون مكافأة عينية. الأجور النقدية هي كل ما تدفعه الشركة للموظفين والعمال بصورة نقدية، الأجور النقدية بصورة نقدية تخصصا، أجور إلى هنا نقدية. تمام. ها؟ إلى هنا تمام. دكتور الإجابة صح. الإجابة صح. شوف عبد الله فسر تفسير يعني من وجهة نظره صائبة أنا أعتبرها، لكن لو تركز أجور نقدية، أجور نقدية، صورة نقدية، يعني ما فيش مشترك، يعني بتكون الإجابة صحيحة. أيوة أجور نقدية بصورة نقدية فقط، المكافأة مثل التشجيعية أنا فكرتها أشياء يعني صح، أنا معك إن ربما مكافأة تشجيعية تجيب بشكل عيني، لكن هنا قد قال بصورة نقدية قبلها، بمعنى أن المكافأة تكون صورة نقدية. اثنين، ها من يشتغل رقم اثنين؟ عندي ها سلمان يلا سلمان. خطأ، ليش خطأ؟ لأنه قال مزايا عينية، يعني بشكل عيني مش نقدي. بشكل عيني وليس نقدي، ممتاز. ثلاثة، من طرائق حساب الأجور هذا على منال، صح، ليش صح؟ متأكد أني صح؟ لأنه من طرائق حساب الأجور اللي هي طريقة أساس الزمن وعلى أساس الإنتاج، هي طريقة كم على معنا أساس طرق؟ الزمن وعلى أساس كم عندنا الإنتاج. طرق لحساب الأجور؟ ها؟ طريقتين ايش هن؟ عندنا، طريقة اللي هي على أساس الزمن وعلى أساس الإنتاج. وعلى أساس الإنتاج. طيب في هذا الفقرة على أساس الزمن نروح مباشرة لسؤال، نجيب سؤال على أساس نفهم الجانب العملي. طبعا في أسئلة من هذا النوع تجي لك بالامتحان، أسئلة بسيطة فقط، فكر أنت فقط فيها. يعمل محمد في شركة الصعيد التجارية في إنتاج الأرز بمعدل أجر يومي 7000 ريال باليوم. المطلوب حساب أجر الموظف محمد عن شهر مايو، علما أن الموظف لم يتغيب خلال شهر مايو. من يحل هذا السؤال على أساس هذا يعتبر من طرق حساب الأجور؟ ها، من يحله؟ كم عدد تقسيم 30 يوم، كم؟ 7000 تقسيم 30 يوم توقع. 7000 قسمة 30 يوم يساوي يعني باليوم ما يطلعلوش حتى 220، صح؟ هي دي الخطة، هو بس أخطأ، يمكن هي ضرب مو قسمة، هذا عشان متطوع ينجز يا الموضوع، دكتور. ينجز لحظة يعني في طيب، الشهر كامل. لحظة، أنت الآن تشتغل، خلوني أتفاهم معه. اسمك أنت؟ طيب ريان. أنت تشتغل بيوم يعني مثلا نفترض أن أنت بالحديدة بمصانع الأحمر، هذه اللي البحر الأحمر في إنتاج القمح ولا الرز، ولا تشتغل بيوم ب7000 شهر خمسة، شهر خمسة اللي هو شهر إيش؟ مايو، صح ولا لا؟ طيب كم بيكون، ما غابتش ولا يوم، كم بيكون راتبك الشهري؟ كامل بيكون راتب، يعني
كم هو ب 7000. كم يعني انت ما فهمت سؤالك، يعني كم الراتب؟ الراتب باليوم الواحد؟ 7000 اهو باليوم، باليوم الواحد. طيب، ايوه، كم بيكون راتبك؟ بيكون 2 مليون و100 ألف. كيف طلعتها؟ 7000 ضبط 30 يوم. طيب 7000 في 30 يوم. خطأ، 7000 في 30 يوم. يعني أنت بدك بطريقة صحيحة لكن في 30 يوم مثلا. بنقول خاطئة، بعمل لك المصحح خطأ. حتى لو طلعته كذا 210,000 ريال، فيطلع معك خطأ. أولا يعني بيصير إن هو يحسب أجر الموظف محمد يساوي هي أيام الدوام الفعلية ضرب أجر الموظف اليومي. ممتاز. إذا احنا مثلا بنقول هنا ايش؟ أجر عدد الموظف محمد يساوي في شهر مايو، أجر الموظف محمد عن شهر مايو يساوي عن شهر مايو مايو يساوي كم؟ يساوي أيام الدوام الفعلية، أيام الدوام. الفعلية تمام، ضرب اللي هو أجر الموظف اليومي. الأجر اليومي كم يساوي؟ نضرب اللي هي 7000 ريال في اليوم 7000. ضرب 30 يوم خطأ، ضرب 30 يوم. خطأ يا أستاذ منال، خطأ. واحد ليش غير خطأ يا منال. دكتور؟ ليش خطأ؟ ممكن داخله، الحين يلا يا هي عبد الله، أيام الدوام، يعني نقول 7000 ريال نكتبها ريال قصدك؟ لا خطأ. إذا معناته 31 يوم. 31 يوم، شهر ليش مايو، يا دكتور 31 يوم؟ احنا اعتمدنا على الكتاب انه معتمد اللي هي 30 يوم. شهر مايو كم منه أيام؟ 31 يوم. 31 يوم. أيوه، إذا عملتي 210,000 خطأ، 217,000 ريال. ركزوا، احفظوا أيام الشهر، معكم أشهر من 31 وأشهر من 30، ومعانا شهر بيكون 28 يوم. إيش هو اللي 28 يوم؟ ممتازة عائشة. طبعا إبراهيم عائشة، هو عائشة إبراهيم طبعا عائشة جاوب صح من أول، يعني جاوبت بالشات وأنا ما أتكلمش، ورجع شكل سحبت الإجابة. ممتاز ممتاز، بس أنا أشتي أوصل الفكرة. وصلت الفكرة يا أستاذ اللي حلنا معك من قبل، اللي كان معي اسمه؟ وصلت الفكرة كيف تحل؟ ايوه يعني حتى لو ما كتبتش هذا مثلا، سبحان الله، هذا القانون، تركز انه ايام الدوام في الاجر اليومي. كم عدد ايام الدوام؟ 31، لان شهر مايو 31 يوم. صح يا سلمان؟ صح. كم كانت اجابتك يا سلمان؟ هل كنت بتجاوب 31 ولا 30؟ لا 30. 30. كلنا كنا بنجاوب 30 يا دكتور، صراحة كلنا بنجاوب 30 لولا أنك أنت نبهت علينا. لابد تركزوا، لان في اسئله استخدم لكم الاشهر هذه اللي فيها 31 يوم، تكتب 31 يوم. وفي اسئله استخدم لكم شهر فبراير 28 يوم. تمام. طيب، هذا السؤال من يشتغل هذا السؤال؟ أنا دكتور، يلا يا عبد الله، ايش الحل هنا؟ نقول الأجر اليومي اها، 400 ريال الأجر اليومي يساوي 400 ريال. أوكي، في 28 يوم، عدد الأيام عدد الأيام يساوي، طبعا ثمانية أنا وعشرين يوم من النوع اللي يحب الطالب يفصل تماما، 28 يوم. إذا إجمالي الأجر يساوي عدد، أو الأجر اليومي في عدد الأيام، يساوي كم؟ 11200 ممتاز يا يساوي 89. كم يساوي يا عبد الله؟ 11200 11,200 ريال. إجابتك خطأ، إجابتك خطأ، ودي لك صفر ولا حتى يا درجة ساتر، واحدة. ها؟ 89 و600. ولا حتى درجة واحدة، يعني لو السؤال حتى على 80 درجة شدي لك صفر.
400 ضرب 8 دكتور. يا منال يا دكتور، هو الآن حسب لنا اللي هو نحسب أجر الموظف، يعني هنا عندنا ساعات ما عندنا شهر، صح ولا ممتاز لا؟ ممتاز. طبعا هنا هو في صح الحين هو مركز على شهر فبراير، هو يقول لك الحين 28 يوم، هو أخذ ايوه الفكرة القديمة على السؤال الأول، بس هو الحين طبعا عندنا ساعات ما عندنا أيام، إذا كان طلب عندنا أيام فنضربه اللي هو في 28 يوم. طبعا عائشة قد كانت هنا حلت الحل في الشات. هل قرينا السؤال الآن يا عبد الله؟ ايش السؤال بيقول؟ بالساعة، يبغى احتساب الساعة. الساعة. انت مباشرة ركزت لي على فبراير وانطلقت على حساب الايام، صح انت وسلمان؟ هو أصلا يا دكتور بغض النظر بيحسب له حساب الأجر الموظف لليوم، مو لشهر فبراير، يعني بغض النظر عن هذا كله. يعني هو الآن يشي حساب أجر الموظف في شهر فبراير. إحنا الآن أيوه، الخطوة الأولى طبعا مش عيب يا عبد إن إحنا نخطئ أبدا. 2023 صح يا عبد الله ولا لا؟ ايوه وفاء أيضا طلعت 11 و200. إحنا بس نشي ذو الأسئلة على أساس تفهموا نوعية الأسئلة اللي بتواجهوها، وبالتالي إحنا ما نقولش عبد الله خطأ ولا منال خطأ، لا إحنا فقط نحب ان احنا نقول هكذا على اساس نركز جميعا. اذا اول شيء انا هنا بحسب، قال هنا الاجر اليومي المحتسب بالساعة، اذا عدد الساعات باليوم، ثمانية ايوه عدد الساعات يساوي 8 ساعات، الاجر أربعمية بالساعة ريال يساوي أربعمية 400. ممتاز، 400 ريال. الأجر اليومي يساوي 400 ريال في في 8 ساعات 8 ساعات، كم يساوي؟ 3200 3200. إذا ريال، الأجر الشهري 3200 3200 في 28 يوم، في 28 يوم، 89600. ويساوي 80 89600 ريال. واضح الفكرة الآن؟ يا دكتور أنا عندي وضحت، سؤال، وضحت من أول. ممتاز. يا منال ايش عندك؟ الحين مثلا في موظفين يعني في شركات يشتغلوا يعني مثلا بحدود 10 ساعات بس يحتسبوا لهم اللي هو أجر شهري، يعني كما حسبناها قبل شوية، ويعني وأنت الحين جبت لنا قلت هذا الموظف يشتغل يعني 8 ساعات، يعني كم الفرق بينهم؟ ذاك اللي يشتغل مثلا 10 ساعات في اليوم يحتسبوا له أجر اللي هو شهر، وهذا اللي يشتغل اللي هو 8 ساعات في اليوم احنا مكتوب الآن المحتسب بإيش؟ اللي هو في بالساعة. الساعة، بس الحين إيش الفرق بينهم؟ يعني هم نفس الموظفين ولا كيف؟ يعني الحين أنا ما دخلت راسي. هنا مثلا أيوه، هذا مثلا الأخ عبد الله ما هوش مداوم مثلا بشركة رسمية، وإنما عمل احنا نقول يسمى بالأجر اليومي، يعني مثلا يشتغل محاسب بالساعة، يروح يشتغل عند فلان بالساعة، مش معه عقد عمل لمدة سنة، يعني معه يعني يا عقد دكتور عمل، مثلا نحضر معه نجيب شيء عقد. يعني من الواقع، يعني مثلا في هذا اللي هو العمال التوصيل اللي يوصلوا الطلبيات وكذا. لا احنا مثلا نقول اللي هو جزئي، يعني مثلا احنا نضرب على انفسنا، احنا المحاسبين في شهر 12 الكل يعرف في شهر 12 ان تحدث، يعني بيكون مثلا جد ايوه يكون جرد وتقييم واعداد قوائم ماليه، وبالتالي المحاسب احيانا ما يقدرش انه يشتغل لوحده، ففي محاسبين اخرين يقول له خلاص تعال عندي ساعد المحاسب اللي معي بالاجر اليومي او بالساعه، الساعه بكذا، لان في ناس يشتغلوا بالساعه، فيجي أو يحسب يكون لهم في مهرجان. مهرجان ها أو يكون في مهرجان أو كرنفال أو حاجة ايوه كذا او فعلا. كرنفال، ايوه من هذا القبيل. لكن لما يقول له باليوم او بالساعه، عدد الساعات مثلا انا اتعاقد مع عبد الله انه يشتغل معي لمده سنه، الدوام اليومي يقول له يا استاذ عبد الله الدوام اليومي حقك 8 ساعات، يبدا الساعه 8 وينتهي الساعه 4 بالعصر، هذا بالاجر الشهري او اليومي، ما نستطيعش نقول بالساعه لان لمده سنه العقد، يعني دائم احنا عقد دائم. طيب في باقي معنا مثال آخر.
لكن بنمر على الأسئلة هذه. السؤال رقم 4، من اشتغل السؤال رقم 4؟ تقول طريقة الأجر على أساس الزمن. طريقة الأجر على أساس الزمن، على أساس تحديد عدد الساعات التي يتواجد فيها الموظف بالشركة، بغض النظر عن الوحدات التي ينتجها الموظف أو العامل. هذه على عبد الله. الإجابة صح، ليش صح؟ يلا اشرح لي. لأنه يتحدث عن الزمن، ممتاز، ما له في مش الإنتاج، يتكلم على زمن بدون إنتاج. ممتاز، مش بالإنتاج. مثلا ما يجي واحد لعندك يقول له تشتغل معي، قال له تمام، قال له كم تنتج لي، قال له أنا أعمل لك 1000 حبة بلوك بيوم، أحسب لي على كل حبة بلوك مثلا ريالين 3، صح ولا لا؟ هناك يسمى الإنتاج، أو يعني الأجر بالإنتاج، لكن هذا بزمن. ممتاز عبد الله. طيب، من مزايا الفقرة اللي بعدها على من؟ سلمان ولا هذا؟ عندي يلا. مزايا طريقة الأجر على أساس الإنتاج أنها تخفض الوقت الضائع والزمن الإضافي نتيجة استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة. صح. ايش رأيك يا منال؟ أيوة يا دكتور، بتكون صح. ممتاز. هنا في عندكم طرق، ركزوا عليها. في عندنا طريقة اسمها طريقة هيلسي، وطريقة موريك، وطريقة باقي طريقة ثالثة. هذو ركزوا عليها، نضع علامة صح والاختيارات. يجي يقول لك ادي لك خيار روان هيلسي، يحول لك فقط الاسم، يغير لك الاسم. مثلا هذه شوفوا، هذه ها طريقة موريك، هذه اللي بعد هذه. من يجاوب على هذه؟ تقوم طريقة موريك على وضع معدلات أجور تختلف باختلاف الجواب مهارات صح، قدرات الموظفين. ها جاوبي. بتكون خطأ لأنها طريقة تايلور. طريقة تايلور. إذا هنا أنا مثلا باجي أغير لك هنا هكذا تايلور، إيش بتكون الآن؟ الآن صح، لكن إحنا بنخليها على أساس تنقلوا الحل موجود كامل. تقوم طريقة موريك، ركزوا هذا، اقرأوا هذا، إذا فهمتوا هذا الآن مع الذاكر اللي شوية. تقوم طريقة موريك على وضع معدلات أجور تختلف باختلاف مهارات وقدرات الموظفين، تكون خطأ طريقة تايلر. النقطة اللي بعد النقطة هذه، من يشتغلها؟ من طرق دفع الحوافز الفردية طريقة هيلسين، والتي تقوم على إعطاء الموظف مكافأة تشجيعية بالإضافة إلى معدل أجره العادي في حالة إنجازه للأعمال في فترة أقل من الفترات المعيارية. هل هي هذه الطريقة أو إيش؟ في صفحة 169، من طرق دفع الحوافز الفردية، هل صح أو خطأ؟ نعيد السؤال يا دكتور. من طرق دفع الحوافز الفردية طريقة هيلسين، والتي تقوم على إعطاء الموظف مكافأة تشجيعية بالإضافة إلى معدل أجره العادي في حالة إنجازه للأعمال في فترة أقل من فترات المعياري. ايوه صح هذه غير عبد الله. يا دكتور، انا اقول انها صح كفهم. ها يا عائشة، إيش الحل يا عائشة؟ صح أو خطأ؟ ممتاز. كم تعطوا؟ من يقول لي؟ من اللي ذاكر؟ من اللي ذاكر هذه الفقرة؟ كم يعطوا المكافأة التشجيعية؟ غالبا ما تكون 50. 50%. أيوة 50%، 50%. طبعا قد يجي لك سؤال بضع علامة صح إلى هنا فقط هكذا، من طرق دفع الحوافز الفردية طريقة هيلسينج، صح أو خطأ؟ صح. أيوة بتكون صحيحة. فركزوا على الأسئلة هذه، يجي يدي لك سؤال فقط مباشرة. طيب الفقرة اللي بعده، وفقا لطريقة روان يحصل الموظف على أجره العادي بالإضافة إلى 50% من الأجر المقتصد، صح أو خطأ؟ خطأ ليش خطأ؟ لأنها مو طريقة روان، طريقة هيلسي. لأنها طريقة من؟ هيلسي هيلسي. أيوة شوفوا، إحنا أخذنا الآن هنا طريقة هيلسي. صوروا هذه الصفحة، باقي الأشياء عليكم، صوروا لأنها مهمة جدا. ممتاز. طريقة حوافز الفريق، في زيادة روح التعاون بين أعضاء الفريق. الوقت الضائع هو الوقت الذي يقضيه الموظف في الشركة دون أن يحقق فيه أي إنتاج.
الوقت الضائع الطبيعي، إيش معنى الوقت الضائع الطبيعي؟ من يشرح لي إيش معنى الوقت الضائع الطبيعي؟ مثلا أنت تدق البصمة أثناء الدوام وفي ذهابك إلى الماكينة أو إلى مكتبك أو إلى مثلا. ممتاز، أيوه هذا وقت طبيعي ممتاز. ها واحد آخر يدي لنا مثال. ممتاز يا عبد الله، ممتاز. وقت الصلاة، وقت البريك. وقت الصلاة، وقت الراحة، ها أضف إلى ذلك، من باقي ذلك؟ أو إذا الوقت خلص الإنتاج حقه يعني قبل ما يخلص الدوام. خلص الدوام خلاص ما يحسبش. أنت إذا خلصت الدوام الساعة 4 العصر، هل الشركة عادة إلا داخل بوقتك؟ لا، خلص شغله قبل ما يخلص الدوام. أوكي، كيف؟ يعني انتهى، يعني الهدف حقه، حقق الهدف قبل ما يزلق الوقت، صح؟ ممتاز. ها. والوقت، والتبديل بين المكائن مثلا إذا في أكثر من أيوه ماكينة أو كذا. فعلا، أيوه من أهم الأوقات التي تسمى الوقت الضائع الطبيعي، هو إن أنت تنتقل من مكان إلى مكان آخر لتنفيذ المهمة اللي أنت موكل إليها، يعني تغير هنا المكتب، تنقل أداة من هنا إلى هنا، هذا يسمى وقت ضائع طبيعي. في وقت ضائع غير طبيعي، الوقت الضائع الطبيعي الغير الطبيعي عفوا، هل الشركة يمكن تتفاده أو لا؟ الطبيعي لا يمكن تفاديه. الطبيعي لا يمكن تفاديه، والغير الطبيعي الطبيعي اللي هو تتفاديه، وهذا العكس ما تتفاديه. ايوه، لان الطبيعي كيف يعني الطبيعي يعني مستحيل. مثلا الحين لما يسووا لهم للموظفين مثلا بريك، اللي هي ساعة بتكون في الليل اللي هي للعشاء أو يطلعوا، يعني كذا بتكون هذا يعني الشيء. مستحيل نحن نتفادي هذا الوقت. ركزوا على هذه الأسئلة، صورتوا هذا الحل، طبعا بدي لكم الحل كامل، هذا الحل. ها هذه أسئلة يعني تفيدكم كيف آلية الأسئلة وهكذا. صوروا هذا، صورته واضح أعتقد، الآن غيرنا اللون. طيب باقي معنا آخر سؤال عملي، وبندي لكم فقرة نظري وخلاص ونخلص. هذا عليكم واجب، تدريب منزلي، هذا ما تنسوش، الكل يحله، كيف بمعنى نرسله بعدين بعد ما نحله؟ حله وبعدين حتى انت راسلني عادي، رسل لي الحل بشوفه. طيب في معنا سؤال هنا، هذا على هذا الطالب اللي جاوب آخر واحد اللي قال أنت يعني حقق الهدف قبل انتهاء الوقت، ممكن تحل لنا هذا المثال؟ يعمل يحيى في شركة البحر الأحمر للغزل والنسيج بمعدل أجر يومي 6000 ريال، المطلوب حساب أجر الموظف لشهر يناير، علما أن الموظف تغيب يومين بدون إجازة. طيب نضرب 6000 ضرب 30. 6000 في 30 يوم يساوي 180000، بعدين نضرب 6000 ضرب يومين بعدين ضرب 2. 6000 في يومين يساوي 12000، ونطرح بعدين كم يطلع؟ 168000. 168000 ريال إيجار يحيى، هل صح أو خطأ؟ ممتاز ممتاز يا أستاذ. من يقول لي هنا؟ طبعا أعجبتني طريقة حلك صراحة، والله طريقة حلك رائعة وواضحة، لكن ما كملتهاش. والله دكتور صراحة أنا دوبي خشيت، فماني عارف كيف الطريقة بالضبط. لا الطريقة صحيحة، وإذا 30 المصحح، 31 يوم يناير. أيوة إذا المصحح يعتمد قوي. الخطوات، الخطوات حقق صحيحة 100%، ممتاز جدا. هذه التفصيل يعني جاب عدد الأيام، لكن إحنا قلنا شهر يناير كم عدد أيامه؟ 31 يوم. 31. 31، أيوة 31 يوم، وبالتالي هنا بتكون 166. 186. ممتاز، طبعا طريقته رائعة جدا. وهنا بيكون 6000 في يومين اللي هو المخصوم، إذا الفارق بيكون 1743 174 ألف، 174. 174 ألف ريال.
طبعا الوحدة الخامسة وحدة شيقة ورائعة، الوحدة الخامسة والرابعة يعني لا تستمتع فيها كثير، لأن فيها مجموعة من الأسئلة اللي ما تحتاجش، يعني ما فيهاش من هذه الأشياء المعقدات، كله عمارة عن فهم وكذا. من هذه الأسئلة طبعا أسئلة الامتحان من هذه الأسئلة، ما أعتقدش أن فيها صعب، صح ولا لا؟ في صعوبة هذه الأسئلة، لا يا دكتور، سواء هذه الأسئلة ولا الأسئلة حق المخزون، ما لا يا أعتقد. دكتور، اللي فيها صعوبة، اللي فيها صعوبة يعني في تشوية لفات اللي هي الوحدة السابعة. الوحدة الأخيرة فقط اللي قلت لكم تركزوا عليها، اللي هي محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة. طبعا أنا بحاول إن شاء الله أن احنا نأخذ منها 2 أمثلة، لكن في حالة أن أنا ما أخذتش معكم، ركزوا عليها. في مثال محلول بالكتاب، صح ولا لا؟ أيوة، في مثال محلول، بس في أحيانا مبالغ ما عرفت من وين جاءت، تمام، يعني خلاص الحين في أشياء ضربها وكذا ما دخلت راسي، يعني كيف سواها؟ وطبعا هي الوحدة الوحيدة اللي تحتاج يعني تركيز أكثر، وصغيرة ما فيهاش كثير. خلاص إن شاء الله نأخذها. طيب إحنا الآن هذا العملي يكون خلصنا، في معكم مشكلة بهذا ما يتعلق بالمخزون والأجور؟ هذه أسئلة الامتحان من هذا الشكل، ما فيها صعوبة. أعتقد أنتم حليتوا سؤال التكاليف، صح؟ سؤال التكاليف هو من الوحدة الأخيرة، السؤال اللي هو التكليف من الوحدة الأخيرة. طيب حلو، استفيدوا منه، أنه من الوحدة الأخيرة، على أساس تعرفوا مستواكم. احنا نبغى نستفيد منك وبعدين نحل. طيب هي مو هذه الفكرة، يعني احنا ننتظر لما الدكتور يشرح وبعدين نبدأ نحل، علشان الواحد لما يحل يعني يعرف ايش كتب، من وين جاءت هذه، من وين عندها. طيب خلاص نأخذها المحاضرة القادمة، لأن ما باقي معكم إلا محاضرة فقط. هل تشتوها نأخذ الوحدة السابعة؟ هي طيب أتوقع بس يعني الوحدة السادسة فيها كذا يمكن معلومة ومعلومتين تشبه اللي هي الوحدة السابعة. عفوا، الوحدة السادسة، أنت إيش تشتي؟ المحاسبة على المسؤولية الاجتماعية، عفوا، تكاليف على هي على أساس أساس الأنشطة، الأنشطة، وإيش؟ على تكاليف أساس الأنشطة. أيوة خلاص أوكي، يعني نأخذها الأسبوع القادم. أيوة إن شاء الله طيب خلاص، ناخذها إن شاء الله، وإذا زاد الوقت ناخذ شيء نرجع لما سبق. طيب خلاص أوكي، أنتوا ركزوا على هذه المواضيع المهمة، طبعا هذه مواضيع مهمة اللي أخذناها اليوم، وهذا التدريب مهم جدا. حلو، لأي واحد عنده مشكلة ممكن أنتوا تساعدوا بينكم أو ارجعوا لعندي عادي. طيب هنا وضحت لكم كيف إذا جاء لك سؤال مقالي، طالما عندكم مقالي مثلا، وضحت لك كيف تحل على أساس تحصل الدرجة كاملة أو يعني ما تنقص. لابد إن أنت تفصل، مش تكتب لي واحد ورا واحد، سطر ورا سطر ولا مدري إيش. يعني مثلا لما يجي يقول لك، يدي لك مثلا بالإحصاء، طلاب اللي جاوب بالإحصاء على المنوال، اكتب لا يوجد منوال فقط. ليش يكتب لا يوجد منوال؟ لأنه كذا كذا، على أساس حصل الدرجة كامل. وانت لما هنا يجي لك سؤال مثل ما هذا، تعمل نفس هذا الجدول، اساس المقارنة المتوسط، على اساس المصحح تسهل على بسرعة يعني يفهم ايش كتبت انت، ويدي لك الدرجة اللي تستحقها. المادة بسيطة، الاختبارات مش صعبة. يعني مثلا يجي لك هذا المثال، هذا الاختيارات، الاختيار الاول عبد الله، اول هذه عليك. رقم 1، تتمثل الأجور النقدية في كل ما تدفعه الشركة للموظفين والعمال بصورة نقدية مثل، معنا 4 خيارات بغض النظر أنت ذاكرت أو ما ذاكرتش. مرتبات جاوب. نقدية، مرتبات نقدية، مكافآت نقدية مكافآت نقدية، فقط. ممتاز، خلاص إذا حلك صح، الحل صحيح. 2، على وفاء، وفاء تتمثل المزايا العينية في كل ما تدفعه الشركة للموظفين والعمال بشكل عيني مثل، جاوبي. مرتبات، مكافآت، سكن، تغذية، شكل عيني مش نقدي، بدون ما هذه ما نحتاجش نذاكرها أصلا. الوحدة الخامسة عشان هنا المرتبات والمكافآت تعتبر هذه أجور نقدية، فنفهم على طول أن الأجور العينية اللي هي السكن والتغذية. ممتاز، إذا السكن والتغذية هي المزايا العينية.
طبعا هنا ذاكر لنا من طرائق حساب، طبعا هذا ضروري تقرأه لأنه معتمدش على الفه. من طرق حساب الأجور طريقة الأجر على أساس الزمن، وطريقة الأجر على على أساس الإنتاج. الإنتاج. في معانا هنا من مزايا طريقة الأجر على أساس الزمن، تحقق الشعور لدى الموظف بالطمأنينة لحصوله على أجر ثابت بغض النظر عن إنتاجيته، انخفاض التلف في المواد، انخفاض الإسراف، عفوا الإسراف في المواد. تعد هذه الطريقة ملائمة للشركات التي تحتاج منتجاتها إلى جودة ودقة عالية، وبيكون الحل الثلاث كل الاختيارات. الإجابة صحيحة، كل الإجابات كل الخيارات هذه الموجودة صحيحة. ممتاز، ولا الثلاث الأخيرات فقط؟ لا لا كلهم صحيحة يا دكتور. الفقرة الأخيرة، صوروا هذا، صورتوه، صوروا هذا. الفقرة الأخيرة من عيوب طريقة الأجر على الزمن، عندنا تتطلب طريقة الرقابة على العاملين، ظهور الوقت الضائع، عدم استغلال الطاقة الإنتاجية، وعدم إعطاء حافز العامل الذي ينتج كمية أكبر من زملائه. وهذه كلها إيش؟ صحيحة، كلها صحيحة. أنا نكون اليوم خلصنا الموجود، كان باقي فقط هذا. صوروها، صوروا هذا وهذا على أساس تعرفوا كيف. هذا طبعا خاص بالطرق، هذا آخر سلايد، طريقة هيلسي وروان وما يخص الوقت. احنا اليوم خلصنا هذا، في المحاضرة القادمة خلاص طالما انتم تشوا الوحدة الأخيرة ذاكروها على أساس نمشي بشكل سريع، ونرجع ندي لكم موضوع في معي، باقي معي موضوع مهم اشتي أشرحه لكم. لكن طالما انتم تشوا الوحدة الأخيرة ذاكروها على أساس نخصص له ساعة، وساعة للموضوع الثاني. أوكي، طيب يا دكتور إن شاء الله. الكل الكل احنا نشي الكل يقرأها، هي صغيرة ما تحتاجش كثير، على أساس نخلصها بشكل سريع بساعة، وننتقل للموضوع الآخر لأن في موضوع شيله ساعة أيضا، موضوع مهم. Thank you.